12 وزيرا كويتيا قاموا بزيارة ميدانية للسيد جابر الدولي إذانا بافتتاحه، وكانت قد أثيرت مؤخرا أحاديث عن وجود خلل في بعض أساسات الملعب، إلا أن الحكومة أكدت سلامة البناء. مراسلنا علي أحمد تابع الزيارة ووفانا بالمزيد. حلم رياضي كويتي طال انتظاره، لكن الحكومة عبر وفد وزاري رفيع بعثت برسالة جديدة مفادها أن الانتظار لن يطول، وأن استاد جابر جاهز لاستضافة البطولات والمباريات لولا الإيقاف الدولي الأخير الذي طال الرياضة الكويتية. الحقيقة الاستاد اليوم أصبح في أعلى مستويات الفنية والمواصفات العالمية وإجراءات السلامة المطلوبة لهذه الاستادات، واليوم نستطيع أن نتفاخر بأنه يعد من أفضل الاستادات الموجودة في الشرق الأوسط، ويمكن بالتجهيز الفني يمكن الأفضل. يعني وصلنا إلى مراحل متقدمة في استضافة لعبة بلجيكا وإيطاليا، وأعلنت عنها الصحافة، إلا أن للأسف الاتحاد الدولي منع مشاركة فريقين واللي كان مفروض يقام في استاد جابر. تحديثات جديدة على المنشأة الرياضية رفعت من كلفة تشييده إلى أكثر من 200 مليون دولار، خلصت إلى معالجة كافة الإشكالات التي طرأت على بعض الأساسات. تم بشهادة من المكتب الاستشاري العالمي اللي هو يعتبر المكاتب العالمية في العالم، من أكبر المكاتب العالمية في العالم، سلمنا شهادة رسمية أن الملعب سيف وآمن لسعة الاستاد اللي 60,000 متفرج إن شاء الله 20 إلى 25 سنة قادمة. أنا على الأقل لو مكان اتحاد الكرة أقدم الآن مسابقة كأس الأمير، الجو مناسب، يعني لو كانوا متعاونين الصراحة أن يقدمون مسابقة كأس الأمير، ويكون نهائي يعني خلال شهر 12 يفترض، يعني لو كان هناك جدية منهم. 60,000 متفرج، سعة المدرجات، حيث سبق أن استضاف بكامل طاقته الاستيعابية نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عام 2010، وكان قد تقرر افتتاحه رسميا مع انطلاق خليج 23، غير أن الإيقاف الكروي حال دون ذلك. أفضل ما قد تحصل عليه الرياضة في البلاد تحفة معمارية كهذه، إلا أن الجماهير باتت حائرة بين حلم افتتاحه وكابوس استبعاد الأزرق الكويتي من كافة استحقاقاته الكبيرة. من استاد جابر الدولي، علي أحمد، بي إن سبورتس، الكويت.